كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة رامز جلال بيفاجئنا بفكرة أخطر من اللي قبليها ببرامج المقالب بتاعته، لكن المرة دي رامز هيرعب النجوم بطريقته الخاصة. وتم الكشف عن تفاصيل برنامج رامز جلال في 2019. مقلب رامز جلال في رمضان 2019 هيكون تحت اسم رامز في الشلال، وبتدور فكرة المقلب على ان دي في الحلقة بيبقى راكب قارب مع واحد من فريق عمل رامز جلال، وفي خلال الرحلة القارب بيتقلب، والشخص اللي من فريق عمل برنامج رامز اللي كان راكب مع القارب بيبتدي يوهم الضيف انه بيغرق، وبيبقى في جنبهم جزيرة، والضيف بيعوم لحد الجزيرة اللي بيتم التصوير فيها بدولة اندونيسيا. واول ما بيوصل الجزيرة بيبتدي الضيف يعتقد ان هو كده نجي بحياته، لكن اول ما بيوصل للجزيرة بيتفاجئ ان الجزيرة كمان بتغرق، وهيحاول انه يمسك في اي حاجة ينقذ نفسه بيها. وفي وسط كل الرعب ده بيظهر له غوريلا وفيل، ومن هنا بيزيد الموقف إثارة، ومن هنا هيبتدي يظهر رامز جلال على هيئة غوريلا. وده اللي هيضاعف الخوف والرعب للضيوف. رامز جلال انتهى من تصوير حلقات برنامجه رامز في الشلال اللي هيتعرض على قنوات ام بي سي في رمضان 2019. رامز جلال اختار دولة اندونيسيا بسبب ظروف المكان المناسبة جدا مع الضيوف اللي هيظهروا معاه في البرنامج، واللي من الصعب ممكن يعرفوا ان ده مقلب رامز عمل.